حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هذا الحديث كما هو معروف ومتناقل يضعفه الألباني رحمه الله، ولا شك أنه إمام في هذا الفن، ولكن ليعلم أن هذا الحديث مداره على إسحاق ابن عبيد الله مصغرا أو إسحاق ابن عبد الله مكبرا، فمداره على هذا الرجل الذي اختلف المحدثون في تعيينه، في تعيين حاله واسمه. وعلى كل حال هناك من يحسنه من العلماء مخالفا للألباني رحمه الله، فابن حجر رحمه الله يحسنه، البوصيري في الإتحاف يصححه ويقول كما في الإتحاف في إتحاف الخيرة قال: إسناده صحيح وله شاهد، وصححه كما في الزوائد، واللجنة الدائمة أقرت تصحيح البوصيري، ويصححه أحمد شاكر. لماذا؟ جاء عند ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعا، وإن كان في سنده ما فيه، وبعضهم رجح أنه موقوف على ابن عمر، لكن هذا يعد شاهدا يتقوى بالحديث السابق، ولعل هؤلاء العلماء الذين أثبتوه وحسنوه أو صححوه أخذوا بهذه الشواهد. ولذا قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناده صحيح، قال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ثم قال: رواه الحاكم، وقال: رواه البيهقي، وقال: إن إسحاق ابن عبد الله بن الحارث قال: النسائي ليس به بأس، وقال أبو زرعة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري. وليعلم أن ما يقال من أنه لا يعتد بتوثيق ابن حبان هذا ليس على إطلاقه، لا شك أن عنده تساهلا في التوثيق، لكن لا يكون حكما عاما، فهذا من الظلم. وأيضا له شاهد عند الحكيم الترمذي، وقد رواه الطبراني في الدعاء. على كل حال هذا الحديث لا يشدد على الناس في قضية الدعاء عند الفطر أو النكارة عليهم، كلا، لأن هناك جملة من العلماء الكبار أثبتوه، ومداره كما سلف على رجل اختلفوا في تعيينه وفي حاله، ثم هناك جملة كبيرة من العلماء يستشهدون به لثبوته عندهم، ما درج عليه علماؤنا أخذوا بذلك. وعلى كل حال الحكم إنما هو مبني على السند وعلى الشواهد، وما ذكرته آنفا لعله يوضح المراد من أن تخطئة الناس في دعائهم عند الفطر هذا فيه ما فيه، لأن المسألة فيها ولله الحمد سعة، لأن هناك جملة كبيرة من العلماء أثبتوا وصححوا.